وأكد الرئيس السيسي ضرورة تناول تحديات الدولة بأسلوب موضوعي للتوعية وتوفير الجدية. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توضيح طبيعة تلك التحديات للمواطنين من خلال التقارير الإعلامية وغيرها من التقارير الصادرة من المسؤولين. لازم تحط في الاعتبار التحديات اللي بتقابلنا اللي في الأزمة بتاعت كورونا والأزمة العالمية اللي موجودة والحروب اللي حوالين مننا وتأثيراتها علينا. الأمور مش ماشية كده يعني، وإحنا مواردنا مش كتير تسمح إن إحنا نقابل التحديات ديت من غير جهد، لا، ومن غير تحمل، لا. أنا بعيب على إيه؟ على المعنيين حتى في التقارير الصحفية والكلام ده والمقالات اللي بتتكتب والناس اللي التناول اللي بيجوه، ما حدش بيتناول المسألة بشكل موضوعي خالص يا جماعة. إيه ده؟ يعني أنتوا مش عارفين؟ يعني إحنا مخبين عليكم. وأنا بكلمكم بمنتهى الصراحة، الدول ما بتدارش كده، الدول بتدار بالجدية والمسؤولية والفهم، ولو الناس فهمت هتيجي معك. الناس لو فهمت أنت بتعمل كده ليه هيجي معك. ما أنا بقولك البديل أهو.